رئيس الجمهورية أصدرت المرسوم دستوري رقم 18 لسنة 2016 القاضي ب إعلان عفو عن الذين وخاصة الجيش بتاع حركة شعبية في المعارضة الذين قاموا بشن حرب ضد حكومة الوحدة الوطنية وذلك في يوم الثامن حتى العاشر يوليو سنة 2016. في ذلك الرئيس طلب انه لو في اي عسكري تابع لقوات الجيش الشعبي في المعارضة فناو هسه دلوقتي الحكومة عفى عنه وممكن يرجع لجوبا لأنه حكومة الوحدة الوطنية لسه شغالة ومنطلب للجيش الشعبي ولكل القوى النظامية مراعاة القرار الجمهوري القاضي بإيفاء كل من شن حرب ضد حكومة الوحدة الوطنية. شكرا لكم.